هاي جارة. يلا الله يصبرنا. ما بعرف كيف بتضل هيك. قلت لي يا رب انا عم بتنضف يا رب. هاي جارة. هاي كيفك؟ جارة؟ كلكم مثل بعض، انتوا الأجنبية كلكم هيك. الحمد لله يا رب. يا رب، يا ريت تصحى شوي على حالها يا رب. صباح الخير. مساء الحمام. صباح. صباح. الحمد لله. أنيس؟ أختك كيفها؟ منيحة منيحة الحمد لله. السلام عليك. هاي أنيس. هاي كيفك؟ صباح. الحمد لله. أنيس أختك. أنا كنت حكيتها كنت بالبالكون هلا ودخلت على البيت. أمك كثير منيحة كثير منيحة. أنت أهلك كيفك؟ بأيمني؟ الحمد لله حبيبي. الحمد لله حبيبي. كثير منيحة كثير بحبهم أنا. أنا كمان كثير بحبهم. هاي حياتي عن جد. لحظة بس أدخل أغسل وشي و... لا لا خليك خليك خليك. يا عفوا كنت عم بسمع غنية في سمعك إياها أكيد أكيد أكيد. غسل وشي بس. لا لا بليز بليز خليك خليك كل ما أوكي يلا أوكي اوكي يلا اوكي رح بلش رح بلش رح بلش. هاي حبيبي كيفك؟ سلامي انيس. ركز معي اوكي يلا. Nice to meet you where you've been. I can show you incredible things. Heaven, magic, magic sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Yeah. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. In a funny rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport in my hand. So it's شوف. Gonna be شوف شوف يا حبيبي شوف طلع في اسماني اسماني اسمع مني وشوف شوف 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 يا حبيبي شوف طلع في اسماني اسماني اسمع مني وشوف لا بدي تراضيني ولا بدي تحاكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني انساني 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 عمل المعروف. لحظة بس ادخل غسل وشي. لا بليز 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 انيس لا لا روح انيس دخلك. قلت لك قلت لك انه انا كمان عم برقص. ايه شفتك بالمعهد شفتك بالمعهد عم برقص يا سيارة ما شفتك. الله على هني انا غير لك شوية الستيل. اوكي انا بقدر نوع اوكي كثير حلو كثير حلو كثير حلو اوكي خلينا بعد انت كمان ترسي حنان؟ ولا بترسي ما بعرف بعدين برجع بليز تركز معي اكيد يلا تفضلي اوكي حبيبي نازل نازل عندك حبيبي نازل يلا I'm gonna love you until you hate me and I'm gonna show you What's really crazy? You should have known better. Had to mess with me, honey. I'm gonna love ya. I'm gonna love ya. I'm gonna love ya like a
black widow baby. This was a cat and mouse game, always us the same. First we both done a plate and somehow you go astray. We went for nothing to something, like in 11. It was us against the world, and now we just nothing. It's like I love you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for it, see no place in between. My mommy, me believing what you say that you know. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be sexing in the song. You were different from my lesbian. Now you got a mirror, and then as the dark plays out, I see it. Couldn't be clear. روحي لا بغي تمشي واليوم تغير كل شي وصافي صافي صافي انا اللي نستاهل مشيت ما تمنية وعطيتك ما عندي شفيتي العذابية واليوم تغير كل شي روحي لا بغي تمشي واليوم تبدل كل شي وصافي صافي صافي حبيبي بكفي يعني يا الله حبيبي يلا فوت لسينا لا لا بس بعد غنية بعد غنية آخر غنية أوكي آخر غنية والله بحلف لك حبيبي أصحابي رضيني تحت ما أني يونيون ترو والله حتى كده مطرح ماما قالت لي انه كثير بتحبك انا بحبك والله كثير والله هي كثير انا كمان بحبك يعني قالت لي انه هي بالبيت سلمي علي راح يسلمي علي هلا لا بعدين بعدين اوكي حبيبي صار فيك تركز معي اكيد اكيد مركز معكم الاثنين tell me something I need to know then take my breath in Never let it go If you just let me invade your space I'll take this pleasure Take it with the pain And if in the moment I bite my lip Anis لحظة تليفوني عم بيرن تليفوني عم بيرن لحظة بس رح ارجع اكيد رح ارجع عندك انت رح ارجع حبيبتي رح ارجع لحظة 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 بس يا على فكرة ما بتستحي انا اصلا جارته من زمان كثير وانت اجيتي وشلتيه مني اصلا ما بيطلع فيك انا احلى منك حبيبتي انت يعني حتى لو انت احلى بجمال انا احلى منك بنظافه روحي شوفي روحي شوفي جمالك هون جمال هون ايه روحي شوفي ليكي حبيبتي شفتي هالمسافه هون انا برايي هيك بحالك اوكي ميرسي ايه اوكي هلا بنشوف مع مين رح يحكي اوكي ما عليه بعرف انه بيحبني والله بيحبني لحظة بليز لحظة ماما لحظة يا الله ما عندي ليك هلا بتجي لهون هلا لحظة ماما ما في لحظة يلا هلا بسرعة يا الله طب وينه لك حنان يا الله جاي يا الله حتى الجلي كل النهار جلي بالنسبة لي هالإيفال كتير مهضوم وما بيزهق ما طول أكتر من اللزوم إنه كان مشغول مظبوط والكاركترات كانوا حلوين ولابقين بالنسبة للأصوات رح بلش بحنان بدي أقول إنه اختيارها للأغاني بالإيفال عم بيكون حلو عم تقدر تغني الأغاني اللي ببينوا صوتها اللي هي معودة عليهم عم تغني صح عم تغني حلو أنا حسيت إنه اليوم الصوت فاتح أكتر من العادة عم بتركز عم تكب الصوت عم برن الصوت سو أنا بهنيها إنه عم تقدر تاخد الأشياء لعقد صوتها بس أكيد لازم تبلش شوي يعني تغني أغاني شوي أكبر تعطينا شوية نيانس أكتر بالصوت بالإيفال
لأنه هيدا التقدم بالنهاية لازم نشوفه بالتقدم بالأغاني، مش بس نضلنا على قد ما نحنا منقدر نغني. بالنسبة لمابيل كل اللي غنته صح، ما كان في عنا نوتات ما صابتهم، ما ظهرت برات التوناليتي، ولكن أنا حسيتها أكثر عم تحكي بمحلات كتير من أنه عم بتغني، وأكيد ما عطيت نانيوس، ما عطيت باور، ما هولي مابيل لازم تستعملهم شوي، ما ضلها بس بالزون يلي هو دايما زيت ستيل الغنى وزيت الأغاني اللي عم نسمعهم منها بالإيفال. ما باله حنان بيمثلوا كتير حلو وخرجوا يمثلوا. هلأ حنان صوتها كتير فارق ومتغيرة وعم ببلش تظهر الرنة بصوتها، قبل كانت ناشفة هلأ بلشت تظهر، بس في مطاريح لازم تنتبه ما تصرخ، بس إذا بتكمل هيك برافو عليها بتتقدم كتير وبسرعة. هلا ما بال لو شوا دي شانسون للغناء لازم تتنوع، نبلش نحس انه تعرف غير نوع غناني، هيدي مهمة كتير لإلها تضل معنا بالأكاديمي. وبعدين ما بال في شيء بعده صوتها صغير ما كبر. أنا بشوف إنه شغل مهضوم، شغل حلو، مهضومين عن جد سلوني أنا وخلي السريع هيك المشهد وما زهقت منه. بس عندي رح أقول شغلة لاثنين، لما بالو لحنان بدهم ثقة أكتر بالنفس، وإلا رح عم يخسروا، هني عم بخسروا حالهم. ما بال ما عم تطلع، أنا بعرف قديش ما بال ترقص مثلاً، كلنا بنعرف. طب وقت قالت له أنا بعرف أرقص، أنا شفت بتعمل حفلة رقص رائعة مثلاً، ما فهمت ليش ما عملتها. هيدا قلة ثقة بالنفس، وحنان بتبين قلة الثقة على البرايم، بتروح بتنسى بتغلط بتعمل، بتجي لهون بتكون أحسن شوي. كمان بدها ثقة، يعني اثنيناتهم هالشخصين وثقة بأنه اختاروا بعضهم، هالبنتين هول موهوبين وأصواتهم حلوة وحضور وشكل وجمال وكل شيء وموهبة. اثنيناتهم أنا بشوف ناقصهم ثقة بالنفس تيتطوروا أكتر من غيرهم، وإذا مش سريعاً استلحقوا حالهم بفتكر رح يخسروا وجودهم هون بسبب أنهم عم بخافوا، مش عم بيسترجوا يعملوا يلي هن لازم يعملوا. قالت له أنا برقص شرقي، وقالت له أنا قلت هاو بقى تعمل حفلة رقص بريك دانس، هون بقى تعمل حفلة رقص شرقي، كان كتير حلو ما عملوها، بيقولوا بس ما بيسترجوا يعملوا، هون المشكلة. أنا بدي قول شغلي عم لاحظة، إنه التلميذ يلي أصواتهم كتير حلوة ويلي واسئين جدا من أصواتهم ما عم بيعملوا جهد بالنسبة للشغل، بالنسبة للإيفال، بالنسبة للأفكار. وبصراحة التلميذ يلي ما عندهم ثقة كتير بحالهم وبصوتهم بحييهم، لأنه عم بيعملوا جهد كتير كبير على صعيد التمثيل وعلى صعيد الأفكار وعلى صعيد الإيفال، وهيدي شغلة لازم يعرفوا يلي أصواتهم حلوة إنه هن كمان بيقدروا يكونوا بخطر. ما بيكفي إنه الواحد يكون متكل إنه صوته حلو. أنا اليوم شفت مشهد كتير حلو، خلقوا إسباس، بمجرد ما أول شيء خلقوا هالمكان يلي هو عبارة عن ثلاثة بلكين وغرفة نوم، يعني شفنا مش بس الشرفة، شفنا شو فيه بجوا وشباك وهمي، احترموه. يعني شو يعني أخذوا الملاحظة لما بعتيهم إياها بالصف، إنه بس تخلقوا شيء وهمي من حبل الغسيل للشباك للأصحاب يلي تحت، بتضلكم محترمين الشخصية الوهمية اللي عم تخلقوها أو الشيء الوهمي لآخر المشهد. وبرافو إنه عم ياخذوا بعين الاعتبار الملاحظات. شفت تحدي على صعيد الشخصيات، وحتى تحدي على صعيد الأغاني، والتحدي على شخص يلي هو جارون يلي اثنيناتهم مغرومين فيه. وحطت الغسيل، ولأنه ما عندها حبل صارت تعمل الغسيل في كتيف وتعلقه، وهيدي يعني وهمي وتعلقه. وهون كتير حلو كيف رجعت استعملت الغسيل، يعني أنا عتنا أنه نشرت جزء وضل معها جزء. كتير حلو الفكرة على صعيد الأغاني وعلى صعيد الشخصيات، وكتير مهضومة، حتى مهضومة كيف هو اختفى وهرب وهي ضلت ناطرته إنه وينه وين راح يا الله، وإما عم بتعيط لها من جوا. طب
اوكي مزبوط انه انا كمان انتظرت يرقصوا يعني هيدي اللحظة، ولكن مشهد مركب مزبوط، نضيف في اداء تمثيلي، في جهد غنائي، مش اكتفينا انه نوقف ونغني او نقعد حوالي الطاولة ونغني وبونجور وكيفك وشو عامل وشو اخبارك وبتعرف تغني هالغنية ايه بعرف غنيها لا الغنية اللي غير غنية، لا في قصة مركبة يعني شغلين على التفاصيل وانا بهنيهم لانه هيدا المطلوب، مش لاني انا بعلم مسرح وشغلت التمثيل عم بفرض هيدا الشيء على كل التلاميذ، بس انه هيدا واجب لانه لو يعني يا اما ما نحط لهم صف مسرح كمان او ما نحط لهم هالماتير هي اللي بدها تساعدهم يكونوا خلاقين. الفنان اذا ما كان خلاق، اذا ما نمى موهبته التمثيليه يلي بتفتح له ابواب كثيره، ما بيقدر يوقف مع مسرح غنائي، ما بيقدر يصور فيديو كليب، بيكون بس صوره ما بيكون صوت وصوره. نحن عم نعطيهم كل الاداه تينموا هالموهبه يلي اصواتهم كثير حلوه، بعتذر قول بس ما عم بيعملوا جهد لانه مرتاحين على وضعهم. علما انه سوري بس مروان مثلا انا اليوم بسطت فيه لانه عامل جهد تمثيلي وكاركتير ومشهد. أكيد إنه المشهد كتير حلو لأن شفنا فيه فكرة المبارزة إنه عم علقانين على الشاب وعم بغنوا له، استعملوا الغنى واستعملوا المشهد، ولكن أنا النقطة اللي بدي أحكي عنها هي الشوي المغنى تبعهم اللي هو بده أكيد تحسين وتطوير وتظبيط. حنان أكيد إنه بالبرايم شفناها يمكن ما عندها الثقة الكاملة بنفسها، هون مرتاحة أكتر لأنه هي بإطار حطته هي لحاله، هي اخترعته وكانت مرتاحة فيه، بس برغم من هيدا كان في أفلات مش كتير ضابطة، كان في عرب مش كتير حلوة، عندها خامة صوت كتير مميزة وكتير حلوة، ولكن هيدا الخامة ناقصها بعد هيك ترتيب وصقل وتظبيط ونحت وكل هالأمور تتصير أكيد يعني يصير أداءها بمستوى خامة صوتها. عربة اليوم كانوا شوي هيك حسيتهم مطرح المطارح شوي ضعاف، قدي عم بتصيب النوتات العالية، بس بالمجمل كانت أحسن نسبة إلي شوي من البرايم. ما بال نقطة الضعف اللي عم شوفه كلنا حكينا عنها هي عنه عم بتغني نفس الستيل، هيدا كمان قلة خبرة أكيد نسبة لعمره ونسبة للأمور اللي هي مرقة فيهم بحياتها الغنائية أكتر، بس كان لازم أكيد تستفيد من الحركة لأنه هي نقطة قوتها هيدا تمشان تعود لنا شوي، لأن شفناها بس عم بتغني وقتها قلت له أنا بنوع بعرف نوع كمان نطرت أنه تغني شي تاني، يمكن خافت ما كان عندها الجرأة، بس أنا بنصحها أنه ما تخاف يكون عندها الجرأة أنه تجرب أشياء تانية لأن يمكن في أشياء هي مش عارفة أنه موجودين وإذا بتجرب بتلاقيهم.